محمد يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحديث كما أصل لنا البخاري يعرف الحديث بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث دخل الجنة، أو قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته. طب هنا يبقى الحج المبرور هو الذي خلى من الفسق وخلى من الرفث. خلى من الفسق من الخروج عن الطاعة وفعل الكبيرة، وهذا نراه كثيرا. هذه نصيحة لجميع الحجيج، اللهم متعنا بالحج، اللهم ارزقنا الحج ومتعنا به، والهمنا الإخلاص، وارزقنا دعوة بعرفة تكون دعوة مستجابة يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، تغفر لنا بها الزلات والسقطات والهنات، وتجعلنا من الصالحين الصادقين المصدقين المصلحين، وتجعلنا ناصرين لسنة نبينا الأمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وتختم لنا بالصالحات، وتجعلنا رفقاء النبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يعني بعرفة ترى الذي يشرب شيشة، والذي يلعب مع أخيه الورق الكوتشينة، والذي يضيع وقته في عرفة، عرفة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهنا لم يفسق، الفسوق أصل فسوق الخروج عن طاعة الله جل في علاه. فهنا الذي حج، وهذا أيضا قد نقول لا يخلو المرء من مخالفة، لا يخلو المرء من معصية، لكن يتوب ويؤوب وحسناته الكثر تمحو ذلك، فهو صائم العشرة، فهو متصدق، فهو يبحث عمن يعلمه مناسك الحج، كل ذلك في خيرات. فهو الحج المبرور هو الذي لا فسق فيه ولا رفث، والرفث هو الجماع أو مقدمات الجماع، لكن الأصل أن الحج يفسد بالجماع. وعلى خلاف بين العلماء الحج يفسد بالجماع متى؟ فابن عباس يرى أنه لو وقف وعرف لا يفسد الحج، لكن الصحيح أنه قبل التحلل الأول فجامع يفسد الحج. فلذلك قال من حج فلم يفسق ولم يرفث. والرفث أيضا مقدمات الجماع، وقيل فحش القول بأنه يتجنب ذلك ويكون مهذبا مؤدبا طائعا لله جل في علاه مستغفرا تائبا. والأولى به قبل أن يذهب إلى الحج أن يتوب إلى الله توبة نصوح، وأن يعلنها لمن ظلم، أن يستحل ممن ظلمه أو يأخذ منه حقه، يعني الظالم يأخذ منه حقه أو يستحل منه، ويتوب توبة نصوح ويرجع، لعله سيرجع بصحيفة بيضاء نقية لا فيها معلم للمعاصي بحال من الأحوال. ومثل ذلك لو مات دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، وارزقنا الحج المبرور، وأنت أرحم الراحمين.